يذكر أن مصر تحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض حيث يعكس هذا اليوم مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة ضحى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداء لكرامة الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا ذكر الاحتفال بيوم الشهيد تأتي تقديرا لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة ذويهم ذكراه العطرة بكل فخر واعتزاز لتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير بل تزداد قوة وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحروب عقيدة تأتي إيمانا من الجندي المصري الراسخ بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه، لتحيي مصر في التاسع من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد اعترافا بجميل وفضل شهدائها الأبرار، ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق ليكون بين أبناء قوته في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو، وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب باصابه قاتله بنيران مدفعيه العدو اثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياه خلال نقله الى مستشفى الاسماعيليه ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداع نصر مصر مشيعين جثمانه باجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق دماء الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء مصر سقت ولا زالت تسقي تراب الوطن لترويه من فيضها فبنت الرفعه والمجد وحققت الامن والامان ليسجل التاريخ باخلاصهم على صفحاته المقوله الخالده مصر مقبره الغزاه فجسد درع وسيف الوطن في ابهى صوره لتبقى الشهاده اسمى درجات الفداء من اجل مصر التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطه الالتقاء كل روافد الحضاره الانسانيه ومصدرا لصوت الحكمه والعقل ونموذجا فريدا للوسطيه والاعتدال تخاطب ضمير الانسان وتقهر الجهل والتشدد والارهاب